على المسرح فريق المؤثرين، سواء كان موجود معانا او بدأ معانا التجربة ومش موجود معانا، بس احنا حبينا يكون موجود لان كان ليه اثر وتجربة في المشروع. فانا حابب اقولهم واحد واحد، بداية من داليا مسؤولة المتابعة والتقييم في المشروع. سماح، فاطمة، عفاف، أم يوسف، أم سيد، أو دائما دايما لي إيمان، أم هاجر، عائشة، ياسمين، خرج، معتز، محمد. أبطال وبطلات التغيير اللي كانوا مشاركين معانا في عرض الحكي واللي هيكملوا معانا المسيرة من في المساحة الشبابية. أنا دايما في كلمة بقولها، أنشطة أبطال وبطلات التغيير من المجتمع إلى المجتمع. المؤثرين من هنا وقدروا يعملوا تغيير في المجتمع، وأبطال وبطلات التغيير من الأسمرات، وإن شاء الله بإذن الله هيكملوا المسيرة وهيعملوا تغيير في المجتمع. فين إيمان وهالة؟ وإيمان وهالة وأمير، أنتوا مستخبيين؟ لا، إيمان وهالة وأميرة. شكرا لحضراتكم، هنكمل بقى.